ابراهيم الدويمي 21 سنه، كوتش في لاصال. صح. بسمة اجناحي 21 سنه، ربة بيت. غلاصتي كانت في شكل عادي زواج تقليدي، واحد الصديق ديالي هو اللي عرفني عليها. الفكره كانت من عندنا الاول، حشي كاع ما كانتش باغا تتزوج كاع. انا مشيت خطبت عادي وهي ما رفضاتش في الاول، ماشي ما بغاش تتزوج بيا في الاول، ما بغاش حيت كاع ما كنت عندها الفكره ديال الزواج. صافي من بعد بقيت نفكر، ما بقيتش كندوي مع ندوي ما عادش بغات. حيتاش بغيت صافي نكمل ديالي بصفه عامه. انا ما كرهتش، انا مش حال ديال الحلم ديالي نتزوج وانا صغير، نكون عندي بنيه. الحمد لله دابا عندي بنيه عندها 9 شهور دابا، وراكم عارفين كيما احسن من الحلال. كنوجه تحيه كاع للشباب كاملين، كلهم يديروا يتزوجوا من احسن حاجه. لا ما كاين صعوبات، والعكس الوالده بالعكس فرحات. الوالد كلشي، العائله كامله ما كاينش كاع ما رفضت حتى شي حاجه. بغاوني انا نكون عايشه مع راجلي ومكونه عائله وصافي. اول حاجه دخلنا الانستغرام، اول حاجه ما صدفه لحنا التصويره كلشي تفاعل فيها وصافي. بدينا من داك النهار، ومن نهار بدينا كونفيلمو كنا كنطلقوا لايف كل نهار في الانستغرام. وهادي الناس عجبهم هذا اللي كنديرو حنايا، كلشي كيتفاعل معنا، كنلوحو تصاورات انا وابراهيم وبنت البنيه ديالنا صافي، وقلنا نكملو. اليوتيوب اللي خدمنا فيه هذا باش شي شهرين، الناس اللي اقترحوا علينا هذا الاقتراح قالوا لنا ديروا اليوتيوب ديروا اليوتيوب. داكشي علاش لحنا يلاه دابا هذا هو 5 فيديو درناه لحنا دابا الناس. المحتوى ديالنا هو لي فلوغ، لي برانك، كلشي. حاليا دابا حنا كنديروا محتوى اللي زوين اللي كيعجب بنادم، محترم داكشي. صعوبات ضروري كيكونوا منهم شويه، بحال ضروري ماديا، وضروري مع دابا حنا ساكنين الحمد لله، دابا ساكنين مع الوالده الحمد لله. ضروري كتكون شويه بعدا ما خاص شي حوايج، فهمتي؟ كلشي كاين الحمد لله الساعه، فاهمين بخير. حتى انا بحالو عادي، يعني كلشي موفر ليا. هو كيخدم في لاصال حاليا، حبسوا ليه صالو داكشي. ماما شويه كتعاون معنا، والدار المهم هو والوالد ديالو كنتعاونوا على المصروف ديال الدار وصافي. كاع ما كانت الفكره ديال الاولاد دابا، داكشي ديال الله الحمد لله على كل حال، وحنا فرحانين بها. ولكن ملي تزادت الحمد لله ضروري، راه فرحه كبيره. الوليدات ملي كيتزادوا برزقهم الحمد لله. ملي تزاد مع تبدلات شحال من حاجه في الحياه ديالنا، ولا من الناحيه الماديه ولا كلشي. ولاد كيجيو برزقهم الصراحه. بزاف كلشي كيبقى يقول لكم نتوما خوت، نتوما واش طالقين علينا، ولكن حنا مزوجين. كنقول لهم باللي راه حنا مزوجين، هذا راه راجلي وهذه بنتي. قلنا حيت ياك ما كتجيو من العائله حيت كتشابهوا بزاف، كنقولوا لهم لا راه حنا كاع ما كنجيو من العائله وماشي خوت، حنا مزوجين. هو ما كيعرفنيش وانا ما كنعرفوش. لا يعني بصراحه الواحد خاصو يعرف بمن غيتزوج ضروري اول حاجه، وثاني حاجه انا مفاهمه على حساب حتى السنتين. وانا بالنسبه لي السنتين كيلعب دور، الا كنت تقريبا في نفس اللاج تقريبا كتكونوا فاهمين اكثر. الطموح ديالنا هو ندير فلوقات خارج المغرب، نمشيو تركيا، امارات، مصر، دول عربيه ودول خارجيه كامله بصفه عامه. صراحه انا كيعجبني فيصل فلوق، حتى هو اللي باغي نبدا ندير من القدام بحاله ان شاء الله. العلاقه بيني وبين حسن عادي كاخ، صديق ديالي، صديق طفوله، كنعرفو من 2015. حسن كندير مع افلام قصيره، لي برانك، كلشي شحال هادي من شحال هادي. ولكن دابا ملي تزوج صافي راك عارف ضروري مسافه بينه وبينه، راك تيكمل الحياه ديالو. هذا انا وياه والاخر عايش حياته يعني. ولكن كنتلاقاو معاه مره بحال دابا مؤخرا مشينا سافرنا مجموعين. حضرنا في الخطوبه ديالو، ولكن الزفاف تاعو ما حضرناش، ما كتبش واقيلا، هو ما قال لي والو. انا دابا انا بصراحه من الكونفين مصارحه بقيت بركت معاها ديال بصح، وليت كنعاونها. كان الحجر صحي ديك الساعه ما كانش بزمني واحد كان كيعاونني، كان ينوض يقطع معايا وداك الشيء، كنصايب معاه بيتزا بزاف حتى شي حاجه. انا كنوريه رمضان كنت كنطيب بيتزا انا ديما والله، انا اللي كنت كنوريه وكنقطع ليه بحال هو ما كيدير والو، كيبقى يتفرج فيا صافي. كنت كنتفرج فيه، كنت كنصايب ديما مثلا البيتزا. انا بحالي بحال انايا عندي شويه كاين لا ماشي الطيب، انا كنقول لك الخدمه، كاين الخدمه عندي مسؤوليه كبيره انا الصراحه. ورا دابا مع الصلاه، دابا مع سدو، دابا راكي عارفه مع الحجر الصحي عاوتاني. انا دابا حاليا دابا مكاينه السوشيال ميديا صافي، هاد الايامات دابا كاينه يوتيوب. انا ما كرهتش كاع الشباب كاملين، يمكن ما احسن من الحلال هذه بصراحه، كيما احسن من الحلال. ما كرهتش الدراري كاملين كاع الشباب يتزوجوا بصراحه، كيما احسن من الحلال راك عارف. كاين هادي عندي، كان عندي الدار انا بصراحه، ولكن دابا انا حاليا ساكن مع الوالده حيت عيانه، وباكين مع هاد الايامات بما صحه شويه ونمشيو نرجعوا دارنا. كومونتير أثر فيا، واصلا ما كنجاوبش، مع عمرني غادي نجاوب على شي كومونتير خايب، حيت كاين بزاف د الكومونتيرات ما عندنا كنديروا نجاوبوا الزوانين والخايبين. الأكثرية لي كومونتير زوينين يعني، كينسيو كاع في هذاك اللي كيسبوا ولا اللي كيعايب. الحمد لله ما عمر شي واحد خسر الهضره، فهمتي، حيت داكشي اللي كنديرو كيعجب الناس الصراحه. كيبقاو يسولوا بسمه بزاف هاد السؤال، كيبقاو يقولوا واش كديري هادشي الحجاب ولا لا. بسمه كل مره وشنو، فهمتي ولا لا، مره ديرو مره ما ديروش، ولكن ان شاء الله من القدام غدير. دابا كندير الزيوف ملي كنلبسهاش كان انا خليتها هي تاخذ القرار ديالها الاخر، فهمتي ولا لا. كاين ناس زوينين الحمد لله كيوقفونا وكيتصوروا معنا، كيعجبهم داكشي اللي كنديرو. شحال مره مشينا سافرنا شحال من مدينه وعجبهم داكشي اللي كنديرو، تصوروا معنا. انا كيعجبهم الناس، البنات اللي كنعرف يقول لي داكشي اللي كديروا زوين، تبارك الله، ما شاء الله عليكم، كملوا، الله غيبارك ليكم. كلشي كيعجبو داكشي اللي كنديروا. كنشكر لالا مولاتي على الاستضافه، وكنشكر المتابعين تاوعي بزاف بزاف بزاف، وشكرا لكم بزاف، وكنموتوا عليكم. حتى انا كنشكركم بزاف على الاستضافه ديالكم، ومرحبا بكم في اي وقت بغيتو، وكنشكر لي فان ديالنا وكنوجه لهم التحيه، وكنبغيوكم بزاف. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.